قبل ما نبدأ في كلامنا مع نجومنا الكبار عن المباراة، هتكلم على مسألة تخصني شخصية. أنا ولله الحمد ماليش أي صفحات على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. للمرة الثالثة أو الرابعة بقولها هنا، ماليش أي صفحة من الصفحات على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. أنا فوجئت من سنة ونص تقريبا بوجود صفحتين باسمي، باسم الإعلامي أيمن شوقي، واحدة باسم أيمن شوقي على الفيسبوك بتقول كلام على لساني. ما حصلش لأن الصفحتين مش بتوعي خالص. ماليش أي صفحة على أي موقع من المواقع. فوجئت برضو في فترة من فترات برضو من سنة وشوية بأن أنا ليا صفحة على تويتر. برضو أنا ما عنديش أي صفحة على تويتر. ما عنديش أي صفحة خالص، ما عنديش أي حساب. ولكن في الفترة الأخيرة ورحت عملت محضر شهر 12 اللي فات، وتم تحويل المحضر لقسم الدقي، وفي دلوقتي في طريقي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقي. لحفظ حقي، لأن أنا ما بحبش الإساءة أبداً لحد. فللأسف الصفحتين دول اللي سواء على الفيسبوك أو على تويتر بيسيئوا ليا. بيسيئوا ليا لان هم بيكتبوا وبيهاجموا بصوره بشعه جدا وبصوره خارجه عن النص بعض الاشخاص. انا ماليش في الكلام ده خالص. فانا بنوه بقول لحضراتكم ان انا ماليش اي صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاري ان شاء الله اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لحفظ حقوقي.